الأخبار من ATV العدالة وفيها الغانم كلمة سمو الأمير في القمة عكست الهم الشعبي الخليجي، ونواب المجلس يؤكدون الكلمة أثلجت صدور الشعوب الخليجية، وزير الدفاع يوصي بتطوير الجيش ليواكب ما توصلت إليه الجيوش من تقدم. للمرة الثانية لمويزري لم يحضر اجتماع التشريعية. ومن العناوين إلى التفاصيل، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمام القمة الخليجية عكست بصدق الهم الشعبي الخليجي فيما يتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي. وقال الغانم أن سموه لم يستخدم لغة الدبلوماسية المجاملة ولم يلجأ للتلميح، بل قال صراحة ما يجول في ذهن ووعي كل الشعوب الخليجية، وهو القلق البالغ من اهتزاز الكيان الخليجي. وأشار الغانم إلى أن دعوة سمو الأمير إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة يشكل مدخلا مهما لتهيئة الأوضاع لأي حوار أو تسوية سياسية بين الأشقاء. وفي تصريحات لمراسل ATV العدالة عيد الفضلي، أكد غير نائب أن كلمة سمو أمير البلاد في القمة الخليجية بالرياض قد حملت معان إيجابية تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه وحدة الخليج العربي، وأن كلمة سموه احتوت على معان إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الخليج وأهمية وقف التخاطب الإعلامي السلبي. دون شك كلمة حكيمة جدا، و أعتقد حتى المصالحة تتم وحتى الوفاق يصير يفترض الكلام يتوقف، ودون شك هناك أصوات نشاز تخرج بين حين وأخرى، علينا أن ننتبه إلى مآرب هذه الأصوات. أمس أنا أعتبر ما حدث هو لحظة نجاح للحكمة الكويتية، حكمة صاحب السمو الأمير، حكمة الموقف الرسمي، وحكمة من وقف مع لم الشم وحاول أن يعالج المشكلة الخليجية وأن يبعد عملية الصراع بين الأطراف اللي موجودة في الخليج. رسائل تدل على التوجه الكويتي الساعي دائما إلى السلام، والساعي دائما إلى ترميم العلاقات التي تعاني من اضطرابات. لذلك يعني نتمنى أن تكون هذه هي نواة حل لجميع الخلافات ما بين دول مجلس التعاون والاقتداء بحكمة سمو الأمير، وأن نهج سمو الأمير بالنهاية دائما ما حتى وإن صار فيه لغط عليه في البداية آخر الطريق دائما يتضح أنه هو الطريق الصحيح. يعني اللي قاله صاحب السمو أعتقد حاسم، وأعتقد بعد نفس الكلام هذا الكلام ينطبق علينا حتى داخل الكويتيني. خلال اجتماعه برئيس الأركان ووكيل وزارة الدفاع ونائب رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش وأعضاء الهيئة الإدارية والمالية بالوزارة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح على أهمية ميزانية التعزيز لتغطية حاجة الوزارة من التسليح، مما يساهم في تطوير الجيش الكويتي ليواكب ما توصلت إليه الجيوش من تقدم وتطور في التسليح، مشددا على ضرورة تطوير أقسام مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، كما ودعا وزير الدفاع لتفعيل وتطوير نظام الحاسب الآلي لمواكبة التطور التكنولوجي لتيسير التواصل بين الوحدات وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية. قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية خليل أبول إن النائب شعيب المويزري لم يحضر اجتماع اللجنة حول مدى دستورية استجوابه لرئيس الوزراء للمرة الثانية رغم دعوته رسميا، مضيفا أن اللجنة قررت عدم دعوته مجددا. وأضاف أبول أن التقرير لن يدرج في جلسة يوم غد الثلاثاء. إن النائب الفاضل لم يرد على هذه الدعوة لا بالقبول ولا بالإيجاب، وقررت اللجنة منذ الساعة 12 أن تنتظر الحين الساعة 1 ظهرا، وبعد ما وصلنا إلى تمام الساعة 1 تم مناقشة هذا الأمر، وبالتالي قررت اللجنة عدم توجيه أي دعوة قادمة للنائب الفاضل، على أن تناقش اللجنة تستكمل مناقشتها للاستجواب الأسبوع القادم في يوم الاثنين إن شاء الله.
استغرب النائب محمد الدلال من عدم وجود خطة واضحة لوزارة التربية رغم الفرصة الكاملة التي أتيحت لوزير التربية والتعليم العالي. وحول قضية تزوير الشهادات قال الدلال أن الوضع أصبح خاموش على حد وصفه. من بعد ما الشعب الكويتي كله والموقف الرسمي أيد خطوات الوزير في البداية، بعدين صار خاموش، صار في صمت، وصارت علامات استفهام كثيرة. ليش ساكت الوزير؟ ايش قاعد تسوي الوزارة؟ شلون قاعد تبحث وتحقق في الموضوع؟ طبعا أنا ما سكت، وجهت سؤال في 1/8. هذا السؤال مرتبط بالشهادات المزورة. قول لي أنت تحقق بشنو؟ تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت سوروبتيمست الكويتية لتنمية المجتمع وقفة باسم العهد البرتقالي للحد من العنف ضد المرأة. الحملة هذه اسمها العهد البرتقالي أو أورنج كويت. أورنج أو اللون البرتقالي هو اللون الذي اختارته الأمم المتحدة أن يكون يكون لون المساندة ضد العنف الأسري وضد عنف المرأة بالأخص. أنا أشوفها هي حملة توعوية وايد مهمة حق مجتمع الكويت، خصوصاً إن وايد قاعدين نشوف إحنا في ناس ما يقدرون يتكلمون ومو عارفين وين يروحون.